بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا شباب؟ معكم عبد العزيز أوغست مدريد. قبل المقطع صلى الله بكم محمد، اللهم صل وسلم على محمد وعلى أصحابه أجمعين. طبعا هجيب لكم الحلقة الثامنة من سلسلة أخبار الألعاب. طبعا في قبل الحلقة الرابعة والحلقة الخامسة كان في لخبطة شوي وعدلتها، يعني في حق الفيديو عنوان الفيديو عدلت، بس في المقطع مكتوب رقم 24 رقم 5 شيء زي كذا، راح تفهمون بعدين. معنا هذه الحلقة الثامنة. اول خبر معنا يقول كول اوف ديوتي الجديده تقدم قفزه كبيره جدا في الرسوم. طبعا هذه الشركه هذه ما ادري شو اسمها، اسمها والله شوي صعب اسمها، اعتقد سي دي جيمر جيمز. الاستوديو الجديده ضمن فرق التطوير المستمره لسلسله كول اوف ديوتي، والذي يعمل الجزء الجديد والحادي عشر من السلسله، سوف يقدم قفزه كبيره في مستوى المؤثرات والرسوم بشكل عام مقارنه باصدارات جوستز الحالية. يأتي هذا التصريح وفقا لأحد المصادر المقربة من شركة اكتيفيجن، والذي قال من داخل فريق التطوير الجميع متحمسون لذلك، ومن المفترض أن يكون قفزة كبيرة جدا من الناحية الرسمية مقارنة بجزء جوستز. والخبر الثاني معنا اليوم يقول لك سوني لا تزال هناك المزيد من الحياة في بلاي ستيشن 3. لا شك أن بعض مستخدمين جهاز البلاي ستيشن 3 ان شركه سوني قد بدات في دفع يعني المزيد من الاهتمام لصالح جهاز مستخدمي البلاي ستيشن 4، لكن اللاعبين على جهاز سوني السابق ليس لديهم ما يخشونه، وفقا لمسؤول التسويق في سوني جون كولر. متحدثا في لقاء صحفي قال جون ان جهاز البلاي ستيشن 3 ما زال يملك قدرا كبيرا من الحياه. نحن نعتقد ان الجهاز ما زال يملك الكثير من الحياه المتبقيه فيه عام او عامين او 4 اعوام، هناك المزيد من الوقت المتبقي للجهاز، وذلك يعتمد على المحتوى ايضا. يجب علينا فعلا الحفاظ على البلاي ستيشن 3 ليبقى على قيد الحياة، وللقيام بذلك يجب علينا تعزيز المحتوى. اعتقد سيكون هناك محتوى جيد للجهاز خلال العام او العامين القادمين. والخبر الثالث معنا اليوم يقول اطلب باند بوردرلاند 2 بيس فيتا مسبقا بسعر 200 دولار. بعد كشف شركة سوني الرسمي في يوم الاثنين الماضي عن بادل لعبة الار بي جي والعالم المفتوح بوردرلاند 2 مع جهاز البي اس فيتا، سلم على ان يصل هذا الباند الخاص الى السوق الامريكي في وقت ما من ربيع العام الجاري. اليوم يقوم موقع البيع الشهير امازون بفتح باب الطلبات المسبقة لباند باندل بوردرلاند 2 بي اس فيتا. وفقا لامازون فمن المرجح ان يتم توفير الباند في الاسواق اعتبارا من 31 مايو المقبل، حيث تصل الطلب الان بسعر 199.99 دولار، يعني تقريبا 200 دولار. يتضمن الباند الجهاز بلاي ستيشن فيتا وايفر مع كود لتحميل النسخة الرقمية من بوردر لاند 2 التي تأتي محملة بست محتويات اضافية. هذا كان خبرنا لهذا اليوم. لا تنسوا اللايك سبسكرايب كومنت فيفرت، وعلى تويتر وعلى انستغرام. أمان الله. ديار الكتاب ويخبو سواه وينصر جندا ألح الدعاء ألح الدعاء.